قصف خطف نزوح ودمار، وتكثر العبارات التي تسيطر على مشاهد الحرب في السودان، لكن ثمة مسمى آخر قد يكون هو الأبرز واللافت منذ بدء الحرب في منتصف إبريل الفائت: الاعتقالات. عمل تلجأ إليه استخبارات الجيش، أي الجيش السوداني بحق من تسميهم ظل الجنجويد، وهم أشخاص يتهمون بالعمل المباشر مع قوات الدعم السريع كجواسيس للجيش. ولكن حملات الجيش تختلف كليا عن الحملات التي تعتمدها قوات الدعم السريع من حيث قوة العنف والتعذيب. موقع سودان تريبيان وفي تقرير له يروي كيف اغتالت قوات الدعم السريع أحد الأطباء بتهمة اتصاله بالجيش السوداني. التقرير يروي أيضا عودة بيوت الأشباح إلى الواجهة، وهذه البيوت عرفت خلال فترة حكم النظام الأسبق برئاسة عمر البشير، حيث كان يعذب فيها المعارضين. وبعد تمركز قوات الدعم السريع وسط الأحياء السكنية، نشبت حرب استخباراتية أشد ضراوة من ميدان المعركة. راح الطرفان ينفذان سلسلة اعتقالات لأشخاص في العاصمة بسبب العمل لصالح الطرف الآخر. تقرير الموقع يكشف أن الاعتقالات التي نفذتها قوات الدعم السريع تقدر ب5000، في حين أن الاستخبارات أي استخبارات الجيش لم تعتقل أكثر من 1500 شخص يتعاملون مع قوات الدعم السريع. هنا يكشف التقرير أيضا عن وجود معتقلات لقوات الدعم السريع بجانب ما تسميه محاكم، حيث تفرض هذه القوات غرامات على الأشخاص الذين يعودون لتفقد منازلهم، أو من يحاولون حماية منازل الآخرين، أو إغلاقها، أو نقل أغراض منها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.